اخر 3 فيديوهات قبل الفيديو هذا كلهم اكلوا علامه صفراء، وحاليا في موظف باليوتيوب قاعد براجع الفيديو هذا عشان يعرف يعطيني علامه صفراء رابعه ولا لا. مش عارف ليش يعني عمري ما سبيت، لا راح اقول له كنت وانتهى، هاي احسن من مليون مثل. عمري ما تنمرت. لا يا حبيبي، الزلم العامل حاله مسخره وعاها عشان ينشهر لازم نتنمر عليه. اذا من سكسوك تبين اني مؤدب ومحترم، قد ما لساني نظيف كمان شوي بعمل فيديوهاتي باللغه العربيه الفصحى. حطش هذا الفيديو علامه صفر، عارف انك قاعد بتشوف. بدنا نجيب ام هيكل يا زلمه، ما بزبط مع العلامات الصفر. ام هيكل بدها مصاري، عشان اجيب ام هيكل واسمي قناتي عائله الهياكل ويكون شعاري عائله الهياكل لا نعمل المشاكل. هاي كانت رساله سريعه للعرس اللي بضل يحط علامات صفر، وهسه بترككم على الفيديو. في فيديو اليوم رح نحكي عن أنس وأصالة وعن آخر فيديوهين نزلوهم وعن كمية الغباء الموجودة فيهم. فانزات أنس وأصالة حطوا ديسلايك من هسه وسبوا علي لأني ما رح أمدحهم نهائيا. خلينا نحكي عن الموضوع. مرحبا يا جماعة، معكم محمد هيكل، جيت كل يوم بفيديو جديد. عمل فيديو عن أنس وأصالة فانزاتهم بهجم علي هجمة مرتبة، بس استغربت بعد آخر فيديو ما هجموش علي الهجمة الكبيرة اللي بيعملوها دائما. أنا قلت كويس بلشوا يصحوا من العبودية اللي عايشينها، ولا لقيتهم هاجمين علي على الانستغرام. حكولك هذا اليوتيوب شكله مش فارق معاه، خلينا نروح نخرب الانستغرام تبعه. بيعرفوش إنه كلمة سر الانستغرام تبعها أصلا مش عارفها، مربوط على رقم قديم مفصول، يعني لو طلعت منه هسه ما راح أقدر أرجع أدخل عليه، يعني لسه لو هجمتوا علي على الواتساب كان تأثرت أكثر. يعني والله حظنا أوفر جماعة أنس وأصالة، فيش حل، راح أظل لابس فيكم مدى الحياة. الحل الوحيد تهجموا علي على البيت. وإذا كنت من جماعة أنس وأصالة وبدك تنزل تسب، يا أخي سب مسبة زي الناس، لا تيجي تقول لي يا ابو خشم كبير، لا سب مسبه جامده ما راح اطلع لك من الشاشه، ما راح اعضك. بيستفزون الناس اللي ما بيعرفوا يسبوا، فوق ما انت غبي وحمار كمان. المهم يا جماعه خلينا نشوف الفيديو تبعهم. اول فيديو عملوه زوجي حامل ليوم كامل، عذاب الام. فكره انه جبت هاي الحماله مشان حطها على انس، واللي حيصير انه انس حيمسك البطيخه ببطنه ليوم كامل ليحس الاحساس والارهاق. هسه ماشي، الفيديو غبي والتنفيذ غبي والفكره غبيه، وكثير يوتيوبر طلعوا وحكوا على الموضوع، واصلا مسروق من قناه اجنبيه زي كل فيديوهاتهم. بس انا بديش احكي عنهم لانه لسه في اغبياء كثير غير انس واصاله بدي احكي عنهم، لحد ما نزلوا الجزء الثاني منه. جوزي يجرب الم الولاده، جهاز الطلق. ليش كل شيء بجيب مشاهدات حتى لو كان غبي بتعمل منه اجزاء يا زلمه؟ هو باب الحاره يعني، بالجزء الاول حامل، وبالجزء الثاني ولدت، بالجزء الثالث شو بدك تعمل؟ بدك ترضع ابنك؟ بجوز بالجزء الثالث يعملون له مفاجاه كبيره ويطلع انس زلمه. يعني انس لو قرر انه بده يلتزم دينيا بتحجب. خلينا نشوف المسخره اللي عملوها مع بعض. مرحبا، كيفكم عيلتي؟ انا صالة، ان شاء الله تكون بخير. اليوم بلشنا بالسياره. وهي المقدمه بتحسسك انهم اسعد ناس بالتاريخ. عادي ممكن قبل الفيديو يكون انس شامط مرته بطنجره مدخلها غيبوبه، بس خلص قدام الكاميرا لازم نطلع مثاليين واسعد ناس بالحياه. مرحبا عيلة الهياكل، اليوم بدنا نلعب انا وام هيكل مصارعه، واللي بموت بخسر. مش منطق تكون سعيده بكل فيديوهاتك، ما عمره صار معك شيء حزين بحياتك، ما عمره خبط اصبع اجرك الصغير بطرف الباب، امك طبخت باميه، اي شيء. اوه بس بدي اقول شغله، صلحت باخر فيديو اللي نزلناه قلت لكم اذا عملتوا لايك اعمل التحدي اللي بحط الجهاز هذا تبع الحمل على بطن انس وبحسسه بالطلق اللي بيصير. الله يسعد قلبك ما شاء الله. انا بس عندي سؤال واحد بحياتي، الزلم اللي اخترع الجهاز اللي بخلي الزلم يحس بالام الولاده، كيف خطر على باله؟ كيف عمله؟ يعني شو كان يتهيأ له؟ كان قاعد هيك قال لك خليني اقوم اخترع جهاز يحسس الرجل بالام الولاده. يا زلمه لو انك اخترعت كاتم صوت لمكنسه الكهرباء احسن، كل يوم بصحى على صوتها. اقسم بالله لو انك اخترعت شطافه بنقدر نشبكها على الجيزر احسن من اختراعك اللي قاعد بطلع لنا فيديوهات غبيه. اوكي يا جماعه، اهم شيء هي الرساله اللي نحن مقدمه للجمهور العربي، انه الامهات مهمين بالحياه، حتى لو انا حاتوجع، حتى تعرفوا قديش انا عم ضحي مشان الامهات في العالم العربي، صح حبيبتي؟ شو دخل جهاز الام الحمل في انك بدك توجه رساله في انك بدك تضحي عشان امهات الوطن العربي؟ شو دخل امهات الوطن العربي يا زلمه؟ انا امي ما لها دخل، امك لحالك. حتى تعرفوا قديش انا عم ضحي مشان الامهات في العالم العربي. لو سمحتوا يا جماعه كل واحد فاضي يروح يضحي لامه عشان ما يجي انس يحمل امهات الوطن العربي كلها جميله. مشان الامهات في العالم العربي. اللي بدي احكي لكم يا انس هو قاعد بيقدم رساله لاجل المساواه بين الرجل والذكر في المجتمع العربي الذكوري الكلب الحقير. يا شباب ترى انتم كثير نوتي، ليش ما بتحسوا في قيمه المراه لما تولد؟ ترى لما تولد كثير بتتوجع، ولازم نحسسها بالمساواه ونحسسها في قيمتها. بتامن بالمساواه؟ بدك المساواه بين الذكر والانثى؟ حلو، مش انت جربت شعور الحمل وشعور الولاده؟ خلي مرتك تجرب شعور تشتغل 12 ساعه باليوم عشان تروح على الدار، عشان تقدر تروح ب 10 ليرات، ولا بس بتعاونوا بالمساواه والتشاركيه عشان نبين مثاليين قدام الناس؟ سقفولي، حكيت كلام عميق ترى. ماشي انس حبيبي، الله خلق الانثى وخلق الذكر، كل واحد له مهامه الخاصه فيه، كل واحد يقوم بالمهام تاعيته. المراه بتحمل وبتربي وبتولد، والرجل بيشتغل وبعيشهم، والثنتين مش مهمات سهله ابدا. بما انك اكبر يوتيوبر بالوطن العربي، ما بزبط بين للعالم كله انه المراه مهمشه في الوطن العربي.
باختصار كل واحد فينا له مهامه الخاصة اللي بيقوم فيها، ما حدا فينا مظلوم. لا تطلع انه المجتمع العربي بيهمش المرأة عشان تطلع انت مثالي قدام الناس. بعدين هذا الجهاز له قوية، كيف بتقول ايه بتقوى وبتضعف، شايفين كيف شو؟ على اعلى شيء فبيقوى في 1 2 3 4 5 انواع، وهذا بيطلع كل شيء لاخر شيء، وهذا بينحط على البطن. طموحي بالحياة اوصل لدرجة رواق اللي اخترع الجهاز هذا، متأكد انه كان بالحمام. الافكار هاي ما بتيجي غير وانت بتشخ. وانا كمان بدي اخترع جهاز يحسس المرأة بآلام، شو في عنا آلام احنا؟ بآلام وجع الراس لما ننقطع من دخان بالليل. هادي ريلاكس 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 لسه ما من ريلاكس ستوب دونت توك. يعني الزلم بتوجع، ليش طبيعي يتوجع؟ زلمة قاعد بجرب شعور الولادة. شباب اللي بحضروني، تخيل شعورك إذا طلعت تفاحة من خشمك. مستغرب قال هي يتوجع، والله ما توقعت. طبيعي يتوجع، شو واحد بولد شو بدك يعمل؟ يغني؟ أنا توجعت وأنا بحضر وأنا مالي دخل. مو أنا عمو شحلون شو عم تحس؟ ما بعرف. شد عضلة. إيه 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 إنه هيك بمسك بتمسك هيك العضلة بتعمل. نفسي أعرف شو نوع العضلة اللي بتعمل. شو هاي؟ أنت عندك عضل ولا مربي كلاب بمعدتك؟ فيش عضل بعمل. هذا مش عضل، هاي ضرطة. شو هذا يسوي؟ خربت هيبة العضلات. تخيل تجيني عضلة تعمل لي والله بشمطها شلوت بخليها تروح عند البنكرياس. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 هذول ما بيولدوا فيه، هذول قاعدين بيستخرجوا جن. هذا بده شيخ مش مستشفى. 8 9 10. وانت يا أصالة الله يسامحك روقي على الزلمة شوي، عذبتي سمال الزلمة. أصالة ولا جون سينا هاي؟ هاي لازم يستخدموها أداة تعذيب للاعتراف تعون للجون. والله لو جربوها علي أمي اللي قتلت، فيش فيها مجال. 8 9 10. إذا مش أمي أبوي، إذا مش أبوي أنا بشيله عن معدتي. إذا عضلاتي قاعدة بتعمل بس خلص، هم عندهم الموضوع عادي. ما دام بعده بيجيب مشاهدات ممكن يعملوا سلسلة أسبوعية. خلص كل يوم اثنين الساعة 7 المغرب من ولد أنس. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. هي راح تجرب على اخوها، حاقدي على كل رجال الوطن العربي. خايف يجي يوم يلحقني الدور انا بعرضكم عضلاتي مش ملاقيها بالشارع. لازم يا شباب نرد الثار ونخترع جهاز يحسسهم بالام الصداع لما ينقطع من دخان عشان تصير واحد واحد النتيجه. انا سأصل اكبر اثنين يوتيوبرز بالوطن العربي وبيقدموا هيك انواع من الفيديوهات، فكيف تتوقعوا من الناس اللي مبلش جديد في يوتيوب او الناس اللي قدام اصلا يقدموا محتوى زي الناس؟ لما اليوتيوبر الجديد يشوف انه اكثر ناس بيجيبوا مشاهدات بالوطن العربي فيديوهاتهم غبيه جدا، اكيد ما راح يفكر يعمل محتوى زي الناس، راح يفكر انه هذا هو الطريق الصح عشان يجيب مشاهدات. وانا سأصل ونور ستارز وغيرهم من كبار اليوتيوب العربي فيديوهاتهم الغبيه هم اللي خلوا كل اليوتيوب يصير غبي زيهم، لانه هذول اكثر ناس بيجيبوا مشاهدات واكيد الكل راح يقلدهم الا انا. لما الاقيهم هيكل وافتح قناه عائليه لوريك شو هو المحتوى العائلي صح، راح ازيد ام هيكل من السطح، واذا ظلت عايشه بخليها تعمل فيه مقلب الحمل عشان تجيب مشاهدات ومصاري. في ناس ما بحضر الفيديو كامل، بقدم الفيديو عشان يقراوا كلمه السر ويجوا يكتبوها بالكومنتات، بس انا كشفتكم عشان كلمه السر بدي احكيها حكي اليوم. كمامه، كلمه السر كمامه وبس. والله يا جماعه لا تنسوا لايك شير منشن كومنت، الحركات تعملوها هاي دائما. لا تنسوا البلاتينيوم ربع 5 اشخاص شويه من كومنتات كل فيديو بعد عنهم في نهايه كل فيديو. يوم شكرا لكم، سلام. طن 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 بيو بيو طن 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 بيو بيو